بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم، أنا سليمان عجاج العنزي، معلم الصف الأول في ابتدائية عبد الرحمن بن غنم التابعة لمكتب التعليم بقرطبة. عودا على بدء، ولكن هذه المرة مع وحدة جديدة، هي الوحدة السادسة أو السابعة. انتهينا من الوحدة السادسة وهي كانت بعنوان صحتي وغذائي، تعرفنا فيها على بعض الأشياء المهمة التي تتعلق بالصحة والغذاء، وعرفنا أضرار بعض الأشياء مثل الطعام الملوث الذي عند الباعة الجوالين، وأيضا تعلمنا آداب الزيارة زيارة المريض، وأيضا من الأشياء المهمة جدا التي تعلمناها أن العسل فيه شفاء، فيه شفاء. وعلى بركة الله نبدأ مع الوحدة الجديدة، هي الوحدة السابعة. الوحدة السابعة، عنوان هذه الوحدة هو حيوانات. إذن الوحدة الجديدة عنوانها حيوانات، وهي الوحدة كما تحدثنا السابعة، وهي الوحدة السابعة. هذه الوحدة ستكون ممتعة لكم جدا جدا جدا، لأن فيها قصص جميلة وفيها عبر وفيها فوائد. فنبدأ الآن على بركة الله مع أول مكون من مكونات مدخل هذه الوحدة. ألاحظوا الصور وأعبر، هذا أنا أعتبر هذا المكون من أهم المكونات بالنسبة لك أنت يا طالب الصف الأول، لأنك تستطيع أن تعبر عن هذه الصور كيفما شئت، وترسم عالمك الخاص أيضا بإرادتك أنت. ما الذي بيده؟ من أين حصل عليها؟ كيف جاء بها؟ إلى آخره. هذه كلها أشياء تستطيعون الآن أن تتنبؤوا بها وترسمونها كيفما شئتم. إذن أرنب يمسك بجزرة، أخذ هذه الجزرة من الأرض، قد يكون هو من سحبها، قد تكون أمه، قد إلى آخره. إذن لابد أن تعبر عن الصور بطريقتك الخاصة، بطريقتك الخاصة. نلاحظ الصورة الثانية، ثواني معدودة. جيد، جميل جميل، هي سلحفات، سلحفات ومعها أبناؤها الصغار، جميل جدا. أيضا هل تستطيع أن تربط بين هذه الصورة وهذه؟ جيد، جميل جدا. إذن اشتهر الأرنب بالسرعة، السرعة في الجري، بينما السلحفاة بطيئة، السلحفات بطيئة ولكنها تتمتع بالصبر. وهناك قصة جميلة جدا عن الأرنب والسلحفاة، سنقصها لكم في الحصة القادمة بإذن الله، قصة رائعة جدا جدا جدا. أتمنى أن تنتظروا هذه القصة في الحصة القادمة. نلحظ مع بعض الصورة الثالثة. نعم صحيح، هي صورة وردة ونحلة، لكن انظر إلى هذه النحلة وماذا تفعل، وماذا تفعل؟ وهل تذكرك هذه النحلة بشيء؟ ها، تذكرك بشيء؟ ممتاز، رائع. إذن بالعسل الذي أخذناه في الوحدة السادسة. إذن هذه النحلة هي من تنتج العسل، تأخذ الرحيق، أحسنتم، رائع جدا، تأخذ الرحيق ثم تنتج لنا العسل، أحسنتم، ممتاز، تعبيرات جيدة جدا. وهذه الصورة الرابعة أيضا، بضع ثواني. جيد جيد، جميل جدا. أيضا لاحظ، قد نستطيع ربط هذه الصورة بهذه من حيث إيش؟ ها، وش الرابط بينهن؟ جميل جميل جدا، الأم والصغار. إذن هذه حمامة أو عصفور، سميها ما شئت، وأفراخها الصغار، والسلحفاة أيضا معها أبناؤها الصغار. إذن انظر، دائما الأم هي تهتم
بالأبناء الصغار وكذلك الأب طبعا وكذلك الأب. لذلك لا بد أن نحفظ لهما الود والاحترام والتقدير، لأنهم دائما يحرصون على الصغار. لاحظوا حتى الحيوانات، لاحظوا كيف تطعم الأم الصغار وكيف تمشي الأم هنا وخلفها الصغار. إذا كان في خطر أمامهم فالسلحفاة الكبيرة هي التي تكون في وجه الخطر، في وجه الخطر. جميل، الصورة الأخيرة، انظروا إلى هذه الصورة، ماذا ترون؟ جيد جيد، خروف وخروف صغير، وهذا الذي خلف الشجرة إنه الذئب، إنه الذئب يريد أن ينقض على هذا الخروف الصغير. هل تتوقعون أن الذئب يستطيع أن يأكل هذا الخروف؟ لماذا؟ ها؟ لأن أمه معه. أحسنتم، ممتاز. قد لا يستطيع أن يأكله لأن أمه معه، لو كان منفرداً لوحده قد يأكله الذئب، فالذئب يأكل الخروف سواء كان كبير أو صغير إذا كان منفرداً، إذا كان منفرداً، إذا كان مع الجماعة فلا يستطيع أن يأكله. أحسنتم، رائع جداً رائع. جميل، إذن النحلة تحدثنا عنها كثيراً كثيراً وتطرقنا إليها في الوحدة السابقة، لأنها هي من تصنع العسل. إذن هذه هي النحلة الجميلة التي تحدثنا عنها كثيراً. لاحظ معي في آخر بيت من القصيدة، وهي التي أنشدناها الآن، فيه شفاء للإنسان. من أين مأخوذ هذا المعنى أو هذا الكلام؟ من القرآن الكريم. فيه شفاء، فيه شفاء، وسبق وأن تطرقنا إلى هذا الموضوع في درس سابق، في درس سابق. إذا لاحظ معي الآن أن هذه القصيدة أولا لابد أن تحفظ، لابد أن تحفظ. تحفظ لماذا؟ لأن الحفظ ينمي العقل ويقوي الذاكرة، فلا بد من حفظ هذه الأنشودة. وأيضا حينما تحفظها فأنت تقوي ما يسمى بالذائقة الشعرية، تصبح إذا سمعت الكلام تعرف هل هو شعر أم هو كلام عادي، هل هي قصة يقصها شخص أم هو شعر موزون. موزون يعني اسم النحلة، أحلى نحلة، أعمل أعمل ليل نهار. لاحظ معي الوزن هنا، إيقاع، يمشي كأنه خطوة عسكرية، ليل نهار، أهوى العمل، أصنع عسل، فيه شفاء للإنسان. لاحظ الفرق ما بين الشعر القصيدة وما بين القصص التي ذكرناها، صالح ومحمد والطبيب. إذن هذه الأناشيد مهمة جدا 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 لك، لذلك لابد من حفظها والتركيز فيها وفهم معانيها وأيضا إيقاعها، إيقاع هذه القصيدة لابد أن تعرفه، حتى ممكن بعد سنة ولا سنتين ولا ثلاثة إن شاء الله تكتب قصائد وشعر، تقول قصائدا وشعرا. جميل جدا، نقرأ الآن مع بعض هذه الأنشودة مع مراعاة بعض المهارات في النص. لن نكثر المهارات، تحدثنا عنها كثيرا، لكن لاحظ معي في السطر الأول اسمي، اسمي، مقطعين، المقطع الأول ساكن اس ومد بالياء، اسمي اسمي. لاحظ كلمة النحلة هنا، ها اللام في قمر، في سكون، ما في، إذن اللام شمسية لأن في شدة، فنقول أ، نترك اللا إلى النون على طول، أنح أنح، مقطع ساكن مع النا المفتوحة والحاء مقطع ساكن آخر، فنقول أنح أنح لا أنح لا، سكون لا لا، لا نقول لت، هذه تاء مربوطة لكنها ساكنة، نقول لا أنح لا، نقول أنح لا، ممتاز.
أيضا هنا مقطع ساكن أح لا لا، هذه اسمها ألف، ممتاز مقصورة أح لا، رائع جدا. أيضا نح له له له، لأنها تاء مربوطة، التاء المربوطة إذا كانت ساكنة تنطق كأنها هاء، له لا، لو أنها مضمومة نقول نحلة تو، نحلة تو، أصبحت تاء، أصبحت تاء. هذا الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، التاء المفتوحة تنطق تاء حتى لو كانت ساكنة، أما التاء المربوطة فإنها تنطق هاء إذا كان عليها سكون، نحلة نحلة، لا نقول نحلة، لا نحلة، واضح؟ طيب ممتاز جدا. طبعا هذه الألف أو الهمزة في بداية الكلمة، وهذه أعمل أعمل، هذه تسمى همزة الوصل، وهذه همزة القطع، همزة القطع لن أتحدث عنها الآن. لماذا؟ لأني سأتحدث عنها بالتفصيل في الدرس القادم، وهي مهمة جدا 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 لتعرف الفرق بين هذه وهذه، الهمزة همزة الوصل وهمزة القطع، الألف بدون همزة والألف مع الهمزة. إذن نتفق الحصة القادمة بإذن الله سوف نتحدث عنها، فلا تغيبوا عن الحصة القادمة. ننتقل الآن بعد أن أنهينا هذه الأنشودة الجميلة إلى نص الاستماع، نص الاستماع. ما معنى نص الاستماع؟ سأضع لك الآن مقطع صوتي لقصة جميلة جدا، بل هي رائعة رائعة، أريد منك التركيز في هذه القصة من خلال السمع، لن تسمعها إلا مرة واحدة، ثم نحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا النص المسموع، اتفقنا؟ يلا على بركة الله. إذن أستمع وألاحظ الصور ثم أجيب، إذن أستمع ألاحظ، أستمع يعني في شيء صوتي، ألاحظ بالعين بالنظر ثم أجيب، لابد أن أجيب عن الأسئلة. نستمع الآن. يحكى أن حمامة بنت عشها على غصن شجرة إلى جوار خلية نحل، عشت الحمامة وأبرقها الثلاثة بسلام مع جيرانها النحل، إلى أن تركت عشها يوما وطارت تبحث عن طعام لصغارها، وفجأة رأى الصقر العش فانقض عليه والتقط أحد الأفراخ وطار به بعيدا. عادت الحمامة فرأت العش وقد تهدم جزء منه وأحد أفراخها قد اختفى، فعلمت أنه الصقر. حزنت الحمامة كثيرا وراحت تبكي. اقتربت منها ملكة النحل وسألتها، قالت ملكة النحل، لماذا أنت حزينة باكية أيتها الطيبة؟ قالت الحمامة، لأن الصقر أخذ أحد أفراخي وأخاف أن يعود ثانية. قالت ملكة النحل، لا تخافي، إن عاد ثانية فنادني. وفي اليوم التالي رأت الحمامة الصقر وهو يقترب، نادت الحمامة بأعلى صوتها، أيتها النحلة ساعديني. نادت ملكة النحل بقية النحل وأمرت بالهجوم على الصقر. هجم النحل على الصقر وراح يلسعه في جناحيه وعينيه وقدميه حتى هرب خائفا متألما. فرحت الحمامة كثيرا وشكرت ملكة النحل على مساعدتها والدفاع عن أفراخها. جميل، ما رأيكم في القصة؟ أعجبتكم؟ قصة جميلة، قصة رائعة جدا، رائعة جدا. لكن أريد أن أسأل سؤالا في البداية فانتبه معي، هل الحمامة تتكلم؟ النحلة هل تتكلم؟ إذن كيف تكلمت في القصة؟ كيف تكلمت في القصة؟ ممتاز، أحسنتم. إذن لأنها قصة خيالية، قصة خيالية متخيلة،
يعني اللي كتب القصة أبحر في فكره والحمامة تتكلم والنحلة تتكلم إلى آخره. هذه تسمى قصة خيالية. أستطيع أنا أن أكتب قصة خيالية، وأنت أيضا تستطيع أن تكتب قصة خيالية حتى لو تكلمت فيها الحيوانات، ما في أي مشكلة، لأنها متخيلة لا تعبر عن الواقع، لكنها قصة خيالية. إذن لا يوجد أي مشكلة في أن تكتب قصة خيالية وتعبر عما شئت في هذه القصة. جميل. إذن نجيب الآن نجيب عن بعض الأسئلة من خلال القصة التي سمعتها الآن والصور التي شاهدتها. من الذي هاجم عش الحمامة وسرق فرخها؟ من الذي هاجم العش وسرق الفرخ؟ من يجيب؟ يلا أجب. ممتاز. إذن الذي هاجم العش هو الصقر. أحسنتم، الصقر. والصقر من الحيوانات الجارحة التي تهجم على الحيوانات وتأكلها. أحسنتم، رائع جدا، ممتاز. إذن أنتم ما شاء الله في قمة التركيز. إذن الذي هاجم عش الحمامة هو الصقر، والصقر أقوى من الحمامة، أقوى من الحمامة. حتى لو كانت الحمامة موجودة قد لا تستطيع الدفاع عن بيتها. لماذا؟ لأن الصقر أقوى منها بكثير. لاحظ معي الآن السؤال الثاني: كيف عاشت الحمامة مع جيرانها النحل؟ كيف كانت حياتها في البداية مع جيرانها؟ تكلم هو عن هذه النقطة، فماذا قال؟ أعطيكم ثانيتين أو ثلاثة. جميل جدا، جميل. إذن كانت علاقتهم جيدة أو غير جيدة؟ جيدة. إذن كانوا يعيشون بسلام، كانوا يعيشون بسلام. وهكذا يجب على البشر أن يكونوا دائما. الجار لابد أن يكون أن يكون جيدا مع جاره، أن يكون لا يؤذي الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أوصانا بالجار خيرا، أوصانا خيرا. إذن كانوا يعيشون بسلام. السؤال الثالث الذي أريدك أن تجيبني عليه: لماذا كانت الحمامة تبكي؟ لماذا بكت الحمامة؟ لماذا؟ ممتاز، يا سلام، رائع جدا. إذن تبكي على ابنها. أحسن، تبكي على فرخها الصغير، تبكي على فرخها الصغير. ممتاز، رائع جدا. إذن كانت تبكي. أحسنتم، أحسنتم، التركيز في القمة ما شاء الله. طيب، حينما استنجدت الحمامة بجيرانها ماذا فعلوا؟ لما طلبت المساعدة من الجيران، جيرانها من؟ النحل. أحسنتم. طيب ماذا فعلوا؟ هل تركوها؟ هل قالوا لا دخل لنا بك؟ إذن ممتاز. إذن استجابوا لها، استجابوا لها. وقالت ملكة النحل: إذا جاء الصقر مرة أخرى فنادني. أحسنتم، ممتاز. إذن استجاب الجيران لها. السؤال الذي يليه: من الذي انتصر في المعركة بين الصقر والنحل؟ من الذي انتصر؟ ممتاز، النحل. طيب النحلة صغيرة والصقر كبير، كيف انتصر؟ ممتاز. إذن انتصر بالتعاون، بالتعاون. تعاونوا فيما بينهم وهجموا كلهم مع بعض على الصقر حتى هرب الصقر ولم يعد مرة أخرى. إذن بالتعاون والتكاتف يصبح الضعفاء أقوياء، يصبح الضعفاء أقوياء. رائع جداً. السؤال الأخير: ماذا، هذا السؤال موجه لكم جميعا، ماذا استفدت من هذه القصة؟ ما هي الفائدة التي استفدتها من هذه القصة؟ من يعطيني فائدة؟ يلا يلا فكر. جميل.
جميل، ممتاز، ممتازين، كلكم ممتازين، أحسنتم. إذن الفوائد كثيرة جدا، كثيرة جدا. أولا ممكن تقول أهمية الجار، أعطتني ما مدى أهمية الجار، والتعاون يجعل الضعيف قويا، يجعل الضعيف قويا. رائع جدا، رائع رائع، ممتاز. طيب من يصف لي شخصية النحلة؟ ما رأيك بشخصية النحلة؟ ملكة النحل لما جت على الحمامة، ممتاز. إذن شخصية رائعة، شخصية بطلة، لأنها وقفت مع المظلوم، ممتاز جدا. طيب ما رأيك بشخصية الصقر؟ أيوة ممتاز. إذن شخصية شريرة، شريرة، لأنها هجمت على عش الحمامة وأخذت الفرخ الصغير. أحسنتم. إذن الصقر أخذ الفرخ الصغير، رائع جدا. طيب الحمامة شخصية مسكينة، مسكينة ضعيفة، لأنها لوحدها مع أفراخها الصغار، أفراخها الصغار، ممتاز، رائع جدا. طيب رأيكم في القصة؟ جميلة، ممتاز، أعجبتكم القصة؟ رائع جدا، رائع، هذا ما نريده، نريد أن تعجبكم هذه القصة، هذه القصة، وهي قصة بالفعل جميلة، وممكن أن تعود إليها وتعود إلى العرض. ولكن قبل أن نختم هذه الجزئية، لدي أمر مهم جدا أريد أن أطرحه عليكم، وهو بعض الكلمات للقراءة سأعرضها الآن لنقرأها قراءة سريعة، سريعة جدا، سريعة، لن نتأخر فيها، قراءة سريعة. جاهزون؟ إذن سنغير العرض الآن إلى عرض آخر لتشاهدوا الكلمات التي أريدكم أن تقرؤوها معي. لاحظوا مع الكلمات، من أراد أن يقرأ، والكلام للجميع، لولي الأمر ولا للطالب ولا للمعلم، لابد من التدرج عند القراءة، لابد من التدرج. فنأخذ مثلا كلمات ثلاثية مفتوحة، مفتوحة عليها فتحة، تتدرب عليها كثيرا حتى ينطلق لسانك وتستطيع أن تقرأ بسرعة. ثم مثلا هذه الكلمة، ها يلا، ها رائع، درجة، ذرف، ذرف، ممتاز، ودع، ممتاز أيضا، ها للتذكير، لا تقرأ و د ع، لا تعرف الحروف اقرأها بسرعة، وداع، ودع، وزان، وزن، ها ممتاز، درس، ردف، وممتاز، رائع رائع. إذن هذه هي القراءة لكلمات البسيطة. هنا قد يختلف، يعني حرف واحد يكون مثلا مكسور، خا، يلا خا، ممتاز، يلا خاسيرا، ممتاز، لقيا، لقيا، رائع، ضحيكا، ضحيكا، ممتاز، بهذا الشكل. طيب هذه سافيها، سافيها، ممتاز، عالمة، عالمة، رائع جدا، رائع. ثم نتدرج ونقرأ يعني شيء أصعب شوي، ثلاث حركات وليست حركة أو حركتين، هنا ضم كسر فتح، كو سي را، كو سي را، مثلا هنا ضو بي طا، ضو بي طا، ضو، يلا ضريبة، رائع، دهيمة، يا سلام، دفعة، رائع جدا، وكيزا، ممتاز. أيضا ممكن أن تكون أصعب قليلا، ها تاليجو، تكون الحروف نوعا ما أصعب، تاليدو، تاليدو، توهيما، توهيما، بهذا الشكل. أيضا كلمات رباعية فيها مقطع ساكن، مثل ها مع بعض، ممتاز، أسرع، أحمدو، أحمدو، رائع جدا. أيضا
يجريفو ممتاز. أيضا يغريسو ممتاز. يجعلوا أسرع، هذا ما أريده. قراءة سريعة. ها يقرأوا أسرع. ها عنده أيوة ممتاز. ممكن أيضا نضيف الجمل ولكنها جمل بسيطة مثل درس وكتب غسل ومسح بهذا الشكل، وقف وجلس قرأ وجهر بهذا الشكل. يقرأ الجمل لكنها بسيطة. ثم ممكن أن ننتقل إلى مرحلة جديدة، مثلا مثل هذه الكلمات أو الجمل. قطفت وردة، رأيت أسدا، وهكذا. فإذا لابد من التدرج عند القراءة، من السهل إلى الصعب، وبالتدريب لا يوجد صعب. وبهذا القدر نكتفي. أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.